بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي بفضل الله عاوزين نبطئ الفيديو او نسرع الفيديو. تبطيء الفيديو بيخلي الفيديو يكون ماشي برتم اقل من الرتم الطبيعي بتاعه، اوكي، وفي نفس الكلام الصوت، لان هو بيبقى لينك مع ايه، مع الصوت. عايز انت تبعد ده عن ده براحتك، بس لو انت عندك صوت مع فيديو مربوطين مع بعض انت بتعمل لهم الاثنين علشان يبقى الاثنين اتبطئوا مع بعض او اتسرعوا مع بعض. طيب ازاي نعمل الموضوع ده؟ بفضل الله الموضوع سهل جدا، اوكي. احنا ممكن نشتغل في اي سيكونس احنا عايزينه، اوكي. وليكن مثلا نشتغل في سيكونس 2 ده، هاجي هنا في حته بعيده خالص عن الشغل اللي عملناه اهو، وهنزل فيديو. خلينا ننزل فيديو عشان كل حاجة تظهر على طول، يعني خلينا ننزل فيديو اللي هو بكلام، اللي هو المبرمجتية ده، عشان كل حاجة تظهر، اوكي. يعني لو انا نزلت لكم فيديو من غير صوت هيبان حركة الفيديو سرعت او بطأت، لكن لما يكون معاه كلام بيبان قوي بقى. خلاص طبعا بقى ايه بيتغير اكيد. طبعا انت كل لما هتعلي معدل دوران التغيير، يعني انت زودت خليت الفيديو بطيء قوي، هنا هتلاقي تأثر قوي، بطأته سنة ممكن ما تلاحظهاش قوي الى اخره. ازاي؟ طبعا اول حاجة انا هشغل الفيديو اهو، ثواني، شغل الفيديو من غير اي حاجة، هنجرب بس. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، اهلا بيكم في برنامجكم المبرمجاتية، اوكي. ده الطبيعي ماشي. هو الفيديو ده اصلا كام فريم في الثانية؟ هاتلي من هنا، هاتلي البريفيو اريا وقف عليه، موجود ده ايه، فين هما؟ 30 فريم تقريبا في الثانية، صح؟ اوكي. طيب المهم، لو انا دلوقتي عايز اخلي الفيديو ده مثلا يتبطأ سنة، كليك يمين عليه، خد بالك بقى الفيديو او الصوت، وانا هحاول اعمل معاك تجربة صوت لوحدها دلوقتي. تعال نجرب الاول على مقطع فيديو وصوت مع بعض. كليك يمين على الحاجة اللي انا عايز اعمل عليها الموضوع ده، سواء تبطيء او تسريع، وبختار اختيار اسمه speed or duration، يعني السرعة او المعدل بتاعك اللي انت بتشتغل بيه. طيب الطبيعي هو 100%، ده الطبيعي بتاعه. طبيعي ايه يا عمي؟ 100%. طيب 100% ده مخليه قد ايه؟ نخلي المقطع اللي معانا ده قد ايه؟ المقطع اصلا انت معلش الغي دي، لو بصيت عليه بعيد خالص عن البريمير، فين هو اهو، بسم الله الرحمن، قد ايه؟ دقيقتين و12 ثانية، دقيقتين وايه؟ و12 ثانية، دقيقتين و12 ثانية. خلاص هنا نفس القصة، كليك يمين سبيد اور دوريشن، السبيد يعني او الدوريشن بتاعك، هنا 100% بالطبيعي بتاعه، بالمية في المية بتاعه ده واخد دقيقتين و12 ايه ثانية، اوكي. لما انا دلوقتي هزود السبيد، ما هو ده السبيد المية في المية، لما انا هزود السبيد كل ما هزوده كل ما هسرعه، يعني لو خليته 200% اتسرع بقى دقيقة بدل دقيقتين، لا ده هيمر في دقيقة، يعني كده انا بسرع السبيد، بزود السبيد. لو قللت السبيد عن 100% بقى 50% ابقى 4، مش 2 بقى 4، انا بتقللت السبيد يعني هخليه يقل خالص، ماشي. طيب الطبيعي كام؟ 100%. يبقى انت عايز تزود السرعه بحيث تسرعه، اوكي. عايز تقلل السرعه او تقلل نسبه السرعه بحيث تبطئه، برضو اوكي، اللي انت عايزه بتعمله. تعالى نقلل السرعة بنسبة
25% بس، يعني نخلي دي بدل ما هي 100% نخليها ايه 75%، كده احنا قللناها بنسبة 25% بس. فأصبح هو بدل ما يستغرق دقيقتين و12 ثانية هيستغرق دقيقتين و56 مين ثانية. تعال ندوس على اوكي. دوسنا اوكي. تعال بقى نشغل معلش. يلا 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بيكم في برنامجكم المبرمجاتية. طبعا ده مش صوتي خالص. اوكي ده مش صوتي، ده احنا كده بطأناه. اوكي طيب، كليك يمين عليه وهختار سبيد اور دريشن. خلاص وهنعمل العكس، هو كان 100% ده كده طبيعته، لا خليه 125%. ها كده احنا زودناه بنسبة 25%. تعال ادوس على اوكي. تعال بقى ايه نيجي هنا كده. اوكي 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بيكم في برنامجكم المبرمجاتية. بفضل الله في ناس بتكون عايزة تمام كده. ايه برضو ده مش صوتي، هي تسرع. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة، زمان كانوا بيضغطوا شرايط الكاسيت بالطريقة دي. يعني يسرعوا المحتوى اللي في شريط الكاسيت علشان ايه يقلوا التكلفة بتاعته. يعني المهم زي ما احنا ملاحظين مع بعض، احنا كده بنعمل ايه، بنزود السرعة بتاعت الفيديو او بنقلل السرعة. على فكرة انت ممكن تسرع زي انت ما عاوز، يعني انا مثلا لو جيت قلت له اخترت كليك يمين واخترت سبيد اور دوريشن ورحت مخليه مثلا 200%، يعني سرعته قوي، سرعته الضعف. خلاص فاصبح هو بدل ما يستغرق دقيقتين يستغرق دقيقة، يعني نص وقته. هتيجي تجرب بص 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بيكم في برنامجكم بفضل الله في ناس بتكون عايزة. انت متخيل؟ بص ازود تاني، ازود السرعة تاني 300%. انت متخيل بقى في ثواني 44 ثانية بس، فلك ان تتخيل بقى. بص 1 2 3. خلاص كده بقى انت كده ايه مش هتفهم حاجة، يعني متهيألي اخرك 200%، صح كده؟ يعني بص 200% شغل كده. بفضل الله في ناس بتكون عايزة تشتغل وتبدأ في مذاكرة البرمجة. مقبول يعني مفهوم صح، يعني ده اخرك كده. لما روحنا على 300 لا انت كده زودت قوي بقى، واخد بالك؟ كذلك التبطيء برضو، التبطيء انت لو خليته ممل، يعني لو جيت بطأت قوي بطأت قوي، يعني مثلا خليته جرب كده مثلا 30%، انت متخيل؟ فهتيجي تشغل يعني هيبقى ممل جدا، صعب جدا، صوته عامل زي الوحوش. واخد بالك؟ يعني ما ينفعش، فاهمني؟ انت بتبقى ليك غرض في حاجه زي كده، وغالبا بيكون ايه حاجه، يعني نفترض مثلا انك انت بتعمل فيديو. خلاص ديليت لي ده بقى كده، خلاص اللي احنا عملناه. نفترض انك انت مثلا عايز تعرض فيديو زي ده بسرعه في شغلك، انت مثلا شغال وبتعمل حاجه، زي مثلا اقول لك قنوات الطبخ. لو بتشوف قنوات الطبخ تيجي تلاقي الشيف وهو بيعمل حاجه مثلا بيقلي بصل مثلا، تلاقيه ده هياخد وقت، فبيعمل ايه بيسرعه معاك. فانت بتحتاج لحاجات زي كده، في حاجات تانية بتحتاج تفاصيلها، في حاجات تانية بتحتاج ايه تفاصيلها فبتبطئها. ولكن مع التبطيء في معلومة مهمة جدا ما تنساهاش، خدها مني وما تنساهاش، وراجع الشرح الخاص بالفريمز في الثانية عشان تفهم القصة اكتر. بص يا ريس، لو انت هتبطئ فيديو، بص التسريع ما فيهوش مشكلة، لكن لو انت هتبطئ فيديو كل ما يكون عدد الفريمز في الثانية اكتر، كل ما تبان التفاصيل اكتر، كل ما تبان تفاصيل الفيديو اكتر، تمام؟ وكل لما تكون الفريمز يا دوبك على قدها، يعني 24 فريم في الثانيه يعني يا دوب على قدها، وتيجي انت بقى تروح جاي مبطئه تاني، انت كده هتحس بتقطيع فيه وهتحس ان هو مش حلو. يعني مثلا فيديو الفراشه ده، لو انا شغلته دلوقتي ده من غير صوت اهو، انا مشغله اهو، الفراشه عاديه بتتحرك ومفيش اي مشكله.
طب خليني كليك يمين عليه واروح جاي مختار سبيد اور دوريشن واخليه هقلل السرعة 10%، يعني يعتبر نقصت من السرعة 90%، ورحت جيت شغلت. في تقطيع ولا مفيش؟ اقول لك لو انت رجعت الحلقة اللي انا شرحت لك فيها ازاي الفيديو بيشتغل هتلاقي اكني انا جايب الصور او الفريمز وعمال ادوس كده تك 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 زي ما كنت بعمل لك في الحلقة لو تفتكرها. بص بص ليه في تقطيع، مفيش انسيابية في الحركة خالص، وده طبيعي لان هو مش هيقلف لك فريم من عنده، هو ما عندوش فريم يديها لك، هو اصلا الفيديو مش عارف 30 فريم في الثانية وانت جاي بتضغطه كمان، لا انت كده بتهرج، عرفت؟ فهنا جودة الفيديو وهو بيتبطأ لازم يبقى الفريم غنية عندك علشان ما يبصش منك وما بقاش دايخ. لكن التسريع ما فيهوش مشكلة، كده كده بتسرع، يعني مثلا لو سرعناه 200% ده ايه المشكلة؟ اهو 15 ثانية خلص القصة، تيجي تشغل كده بص على طول تلاقي الحركة بقى، بص كده الحركة جميلة. ليه؟ لان انت بتسرع، بص 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 سريعة مش مملة، انت سرعت واخد بالك؟ مع ان انت ممكن تبص على حاجة زي كده انت ما تحسش ان انت مسرع، تحس ان هو حركة طبيعية يعني. خلاص ممكن اسرع اكتر، خليه 300%. هنا بقى مش هتفرق معاك السرعة، ليه؟ لان انت هنا في الجزئية دي مفيش صوت، مفيش صوت، مش هيبقى مش مفهوم. لا الصورة مفيش مشكلة فيها اهي، بص مفيش مشكلة خالص، بص السرعة. وممكن انا بقى اخد المقطع ده بسرعته كده اكرره، واخد بالك ازاي؟ يعني انت هنا ايه، انت ممكن بقى تظبط اللي انت عايزه بفضل الله. اوكي انا خدت كوبي وجيت هنا حطيته ايه بيست، ورحت ايه حذف المسافة اللي بينهم كده، ورحت حطه بيست، ورحت حذف المسافة اللي بينهم وهكذا. خلاص وجيت هنا حذفت المسافة دي، خلاص ورحت جاي كده اهو. لو انا جيت شغلت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيجي بقى يدخل هنا. خلاص بص ده ايه، ده كده الفراشة بتتحرك بس بسرعة، مش زي الاول بتتحرك ببطء، لا بتتحرك ايه، بتتحرك بسرعة، يجي الفيديو ويتعاد تاني وهكذا. خلاص طبعا موضوع الصوت اهو ديليت، موضوع الصوت بفضل الله يعني ما فيش فيه مشكلة، سواء انت مثلا عندك يعني حاجة زي كده مثلا وهتفصل الصوت عن الصورة، كليك يمين مثلا وتقول له unlink او الاختصار بتاعها وتروح بعد الفيديو خالص ماشي. فانت كده لو جيت مثلا عملت للاوديو بس، للاوديو بس سبيد اور دوريشن وخليته مثلا يبقى مثلا تزود السرعة بنسبة 25 خليها 125 وادي ايه اوكي كده الصوت مش هيمشي مع الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، اهلا بيكم في برنامجكم البرمجاتية. لا يمكن يمشي مع الصورة، خلاص انا كده لعبت في الصوت لوحده، فما فيش مشكلة خالص ان انا اشتغل في الصوت لوحده. خلاص يعني الموضوع بفضل الله سهل، اهم حاجة ايه، انك انت تعمل عمليات تدريبية كتير، يعني تشتغل مع نفسك كتير في جزئية معينة عشان تتعود عليها وتحترفها وتلاقيها لما تحتاجها بفضل الله.